الولاد فاجئوني، لقيتهم عاملين لنا عصير برتقال. ايه الجمال ده؟ اتفضل يا حبيبي. حبيبي تسلم ايدك. انا ثانيه بس هطلع اجيب الموبايل وانزل اكمل على طول. وانا جاي معاك. صباح الخير. صباح الفل. جاي معايا فين؟ فوق. خليك قاعد هنا على الموبايل لو في اي حاجه اكلمه. ماشي يلا. معلش بقى، انا نمت امبارح قبيله. ولا يهمك، المهم اني اصطبح بوشك الحلو ده. وحشتيني. مش وقته خالص يا بابا، مش وقته. صباح الخير. صباح الخير يا روحي. نمت كويس؟ اه يا انكل. اخواتك لسه نايمين؟ لا صحيح. طب كويس، اعمل بقى افطار لينا كلنا عشان اجي اقول لك الفطار جاهز يا مدام. هو ده عصير برتقال؟ ايوه. مراد نازل هيكمل. لا يا حبيبتي اتفضلي. لا يا انكل انا هستنى مراد. لا انا ما شربتش منها، استنى انا مراد. اتفضلي. شكرا يا انكل. الف عام. خد بقى اشرب معايا عشان تجري ورايا. اكتر من كده. يا نهار اسود. حلو قوي. حلو قوي فعلا. ايه ده النفيو؟ الثمالة. والله مرد جميل. خلاص انا هتعامل. متقلقوش يعني. بتضحكي على ايه ماما؟ قولي فار فار. هات حاجه نرشها. رش ايه ماما؟ رش ايه قوي فار. رش ميه. خلاص اتفضلوا انتوا، انا هتعامل يا بلال. ما تخافوش اتفضلوا. هم فين؟ في الاول. اوكي تمام، انا هتعامل. انت تمام، انت روح نادي فلان عشان نمسك اخواتك ونخلص الموضوع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ادعيلي ادعيلي. انت بتخاف من الفيران؟ لا. طب ادخل. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معرفش، بس اكيد حاجه مش مظبوطه. انت كنت فين؟ كنت في الحمام مش قادره. اه بطني. وقلت له صباحيه مباركه ولا لسه؟ عريس زمانه في الحمام دلوقتي. عملتوا ايه؟ هحكي لك لما نتقابل. هتروح لي يوسف؟ اه ايوه. طاهر طاهر. في ايه؟ اقفلي يا ندى ثانيه. في ايه يا ابني؟ الحق اللي حصل. ايه ده؟ على فكره مش عايز كنت لاقي بنات تقاش. انت لوش، انا عملت كل حاجه وخلصت الموضوع. عملت ايه؟ لا انا قبضت على كلهم فرام كلها. سايو مش قادره. مش هل هموت يا ماما؟ مش قادره. سلامتك. انا فاكره البرتقال ده في حاجه. اجيب لك دواء. من ساعه ما شربته انا مش مظبوطه خالص. ايه ده وانا؟ صباح الخير. صغير انت اتاخرت، كنت فين؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. ايه ده؟ تفتكر ليلى تكون عندها ايه؟ معرفش. ايه ده؟ خلص. اوكي عايزاكم.
ما تقلقوش يا بنات، عادي خلاص الموضوع خلص، ولو في حاجة أنا موجود. مش كده يا حسن. أمال إزاي؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. خلصت شغل؟ خلصت شغل. طيب ممكن أتكلم معاك؟ والله للأسف أنا مستعجل ولازم أمشي. مش هاخد من وقتك غير خمس دقايق. اوكي. طبعا انت مستغرب من التغيير الجذري اللي انا فيه. في الحقيقه انا بمثل وعصر على نفسي ليمون عشان اجي اتكلم معاك. نعم دي الحقيقه، بغض النظر عن اللي انا حاساه، انا كلمتهم هنا واول ما قالولي انك موجود قررت ان انا اجي عشان اعتذر لك. انا ما كنتش متخيله ان هي بتحبك قوي بالشكل ده لدرجه ان هي تقول لي انا هاخد هدومي وهمشي وهرجع تاني اوضتي ومش هتشوفي وشي، لازم تكلميه تعتذري له. قلت لها ليه كل ده عشان ايهاب؟ هو انت بتعزيه اكتر مني؟ قالت لي لا بس انت غلطتي فيه. قلت لها خلاص هكلمه في التليفون اعتذر له. قالت لي لا انت لازم تروحي له وتعتذري له بنفسك لانه مش هيقبل الاعتذار وهو في التليفون. قلت لها لا طبعا انا مش هروح له ولا هعتذر. قالت لي خلاص انا ماشيه. انا مش عارفه هي ازاي بتعزلك للدرجه دي. استاذ ايهاب انا بجد اسفه بس انا متوتره جدا عشان الايجنت اللي انا شغاله معاهم انا مأخره عليهم الشغل وهم عاملين لود عليا، وانا جبت شقه والشقه كانت عاليه قوي. انت عندك حق، انا ما كانش ينبغي ان انا اخد شقه في مكان عالي زي ده لما الاسانسير يعطل. ازاي هتطلع وتنزل كده لوحدها؟ انا مش عارفه انا ازاي فكرت كده. يمكن كنت انانيه شويه في تفكيري بس هعمل ايه؟ ارجوك ارجوك اقبل اعتذاري. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. انا نقلت حياتي كلها هنا علشان خاطر اعيش معاها، انا بحبها جدا وهي مش عايز الدكتور غيرك يعالجها، والموضوع ده مستفزني. بس ارجوك حتى لو انت عايز تعتذر عن السيشنز اللي انت بتديها لها، انت ممكن تقول لها اي حاجه تانية غير انك تكون زعلان مني. انت مش فاهم الموضوع ده موترني ازاي وانا مش عارفه اتصرف. بس 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 ايه ده؟ انا صدعت. طب هتعمل ايه؟ عندي اوردرات بس معيش بضاعه خالص والله ولا تيشرت. الراجل اللي كنت بتعامل معاه خلى عليا جدا، بحاول اظبط مع حد تاني. خلاص والله لو ظبطت حاجه الغيك يعني. ماشي حبيبي الله. كان درس ايه النهارده؟ فيزيكس. شاطره بقى؟ طبعا شاطره. اخواتك شاطرين برضو من ايام الكاوتش. كاوتش ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. متحوريش، بودره العفريت برضو انت السبب فيها. انا مش هرد على فكره. مين قالك انك عايزك ترد يا حبيبتي؟ ردي على امتك بتعرف. وانت بتقول لماما هبقى انا كمان بقول لباباك على الفرن والعصير. اثبتي. واثبت انت كمان. وماله؟ كان ان انتوا عيال صغيره لا واغبيه. ما كانش في درس فيزيكس ولا حاجه. دخلت السنتر وطلعت ركبت عربيه مع واحد ومشيت. بس انا مش هقول لمامتك ده عشان انا ما يخصنيش. اللي يخصني انت بعيدي عني انا واخواتي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدأ من 150 جنيه. حضرتك حاسه انك احسن دلوقتي؟ احسن الحمد لله. حسن مش طبيعي، البرتقال ده مرشوش حاجه. ممكن على فكره، ممكن. اكيد كان محطوط في حاجه. انت عامله ايه يا ليلى؟ بقيت كويسه؟ ليش تبقى احسن ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. علي قال لي القرصين دول هيظبطوا الموضوع خلاص، وهو اللي قال لي اشاركوا قهوه. شوف بقى فايده ان يكون عندك صيدلي في البيت برضه. لا بس انا افهم ان البرتقال ده لو مرشوش حاجه يجي لنا اسهال، بس اللي حصل ده مش طبيعي، في حاجه. والله علي بيقول ان في حالات كتير كده راحت للصيدليه.
ما اصل علي ده يعني صيدلي اصل حكيم يعني ممكن تبقى مرشوشه يعني مش عارف. بابا انا جعان ولسه ما فطرتش. حبيبي بص بعد كده لما تكون جعان ابقى تعالى قول لي انا، لولا اللي حصل كان زماننا فطرنا يا حبيبي. لا خلاص ارتاح انت، انا هقوم اعمل انا بقيت كويسه، انا بقيت كويسه خلاص. طيب انا طالع بقى اغير وانزل. محتاج العربيه النهارده يا بابا؟ لا مش محتاجها النهارده. انا كمان هطلع اغير. ايه ده انت رايح فين؟ انا ندى هتعدي عليا هنخرج، وانا نازل اقعد مع اصحابي شويه. طب يعني شوفوا كده لو اخواتكم يعني عندهم مشاوير كده ووصلهم في سكتكم. انتوا كنتوا فين؟ كنا فوق بس نزلنا من السلم التاني. عاملين ايه دلوقتي؟ احسن. حلوين حلوين. وليلى هتبقى كويسه. اوكي؟ حبيبتي. اي مشاوير لاخواتك يعني ايه في سكتك خدهم معاك. طبعا، لا عايز يروح اي حته يقول لي وانا هوصله. انا قاعده النهارده. وانا كمان. انا عندي سنتر بس بعد الظهر. طب خلاص. تبقى تعدي بقى على ليلى تجيبها من السنتر. حاضر. لا 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 مفيش لزوم، انا هوصلك، انا هوصلك. لا 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 طالما ما راهوش حاجه. ده يعني وضع جديد ونظام جديد لازم هنمشي عليه. ها؟ وبعدين البنات ما يعرفوش المكان هنا. هنسيبهم لوحدهم ولا ايه يا رجاله؟ ها؟ لا طبعا. ايوه. انا تحت امركم في اي وقت، العربيه معايا. وانا كمان عربيتي، اي وقت عاوزينها ممكن تاخدوها. ناديه من فضلك، انا موضوع العربيات ده بالذات انا ماشيه بنظام، فعايز احافظ عليه لو سمحت. انت مش قلت نظام جديد دلوقتي؟ سيبني براحتي من فضلك. العربية كلنا نشترك فيها، عربيتي يعني كلنا. اوكي يلا طب روحوا بسرعة كده وانزلوا عشان هنفطر كلنا سوا. ممكن عندي؟ اتفضل. شكرا. عفو. شكرا. عفو. هاتي المية دي. ريقي ناشف قوي. واحنا على اخر الزمن نشتغل عندهم سواقين؟ دي بقت حاجه تقرف والله. هتهدى يا ام مراد، في ايه؟ منو هيعدى؟ طب اي حاجه هتفضلي كده؟ يا ام مراد تعال. تسلم ايديك يا طنط. بالهنا والشفا يا حبيبي. اقعد كل. ياض مالك في ايه؟ مفيش حاجة. انت استحميت؟ ايوه اكيد يا بابا، انا من امتى بنزل من غير ما اخد شاور؟ امال في ايه؟ مفيش حاجة. انا اسف على التأخير. انت بتعمل ايه كل ده؟ كنت بلبس. كل حبيبي. حاضر حالا. ياض مالك في ايه؟ مش عارف في ايه. افطر بقى مجد. حاجة غريبة. مالك انت كمان؟ مش عارف. ايه يا ولاد؟ عارف. بتضحكوا علي. هو انتوا عندكم حساسية من حاجة؟ لا لا انا هروح شاور تاني. فين فين؟ هروح انا كمان. قلة الأدب بتاعتكم انتوا الاتنين دي. بتبطلوا ضحك، بتضحكوا على ايه؟ الله؟ في حاجة مش طبيعية والله، في حاجة مش طبيعية. حاجة مش طبيعية ازاي يعني يا معلم؟ أنا متأكد إن أنا سبت هدومي قبل ما استحمى على السرير. البودرة دي بودرة عفريت. دي بودرة عفريت. الجزم دول دخلوا الأوضة هنا؟ واحنا مش موجودين. ده انا هزعلكوا زعل. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش،
وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.